من 2012 راه مقفول، القزاز تكسر، ولنا وكر الجريمه هذا، ما ولناش سبيطار هذا، نبعثوا عندنا المرض نبعثوهم للشريعه ولا نبعثوهم للخنش لما يحكموهناش. يا هل ترى كنا نحن ماناش مواطنين جزائريين وما عندناش حق في السبيطار هذا؟ يروح من هنا حيروح حتى العنابه، راهم يبعثوه لتبسع، من تبسع يبعثوه العنابه، يبعثوه لبلباتنا. راهو كره المواطن، كره سورتو اللي ناقص الدخل ضعيف، اللي عنده ما عندوش دخل كبير، راهو يعاني. الناس اللي راهي يوميا مساكن راهي تضيع، كاين اللي ما عندوش باه يتحرك يروح يداوي، كاين اللي راه مسكين يهز يدور امبيلونس مع ساعات ما نلحقوش بها، كاين اللي كذا. احنا نتمنوا يستغلوا هذا الصرح، يخافوا ربي فيها الشعب، احنا يخافوا ربي في الشعب فقط. مكتب الدراسات يعني الملف تاعو على مستوى كان هو توجه للعدالة من أجل يعني المستحقات تاعو، وبالتالي وتوقف عن متابعة المشروع، إعلان عن الصفقة من أجل التعاقد مع مكتب دراسات جديد. المشروع ما كانش مهمل، يعني كنا درنا حراس، يعني كاين دي غارديان جورين مي، عندنا مسؤول المشروع اللي راه واقف على باش ما تكونش هناك عملية اهتراء، ولا حتى يعني باش نحافظوا على المشروع في حالته اللي كان عليها إثر توقف الأشغال. يعني للعلم أن كل الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات الخاصة بهذا المستشفى، الصفقات كلها منجزة.